متتبعي مجغرة سكينة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم موسى من مجغرة سكينة اللي اختصاصنا بيع الذهب 18 كارة وتندير التوصيل جميع المدن المغربية. كنحييكم جميعا على الحضور ديالكم. اختي فدوى عليكم السلام ورحمة الله، أسيا عليكم السلام ورحمة الله. كنحييكم جميعا على الحضور، كنشكركم بزاف على الالتزام ديالكم الوقت. معكم كيف العادة دائما موسى من مجوهرة سكينة اللي اختصاصنا بيع الذهب 18 كارة. التواجد ديالنا كنتواجدو في مدينة ميدلت في القيصرية اللي أنفاس المركز الثقافي. اللي كتسول على المحل راه كنتواجدو في داخل القيصرية ماشي خارج القيصرية. اللي بغات تجي سميتو على ميدلت وما عرفاش القيصرية أو اللي ما عرفاش عفوا المحل، كتدخل من الباب اللي أنفاس المقهى المنظر الجميل، وكتلقى البلاكه مكتوب ليها مجوهرة سكينة تقول المحل ديالنا. صافي البنات طلعتكم بخير، هذه هي مجرد تقديم ولا تعريف بالمحل. حنا كنبيعو الذهب 18 كاره كيف باقي الذهبيه في المغرب. يلا البنات طلعتكم بخير، اللي دخل الحوض بارطاجي معنا اللايف. اليوم راه لايف خلاص فيه الهميزه كيف العاده، كيف دائما كاين الهميزات. كاين هميزات في الكورميت ديال العمق، وكاين في النبالات، وكاين دبيلجات والخوات مخلص. صافي البنات طلعتكم بالخير، راه خلاص خففت السلعه اليوم بزاف ماشي شويه، باش ما نكثروش على المتتبعين ديالنا وباش ما نطولوش عليكم. اختي سعاد عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك معنا والف مرحبا، الله يوفقنا ويوفقك للخير اختي، كنشكرك بزاف. شيرتكو ديال 12 غرام لحظتك اختي حورية، عندي دابا خلاص الهميزات 18 غرام ديال العنق. الرد كرة قليل شي شوية هاد الأيامات وعليه الطلب بزاف. كاين الأغلبية تنشدهم في المحل وتنبيعو إما للكليان اللي تيجي للمحل أو لا الناس اللي موصيني من قبل. هاد خلاص هاد اليومين هادي ربعت بزاف ديال الهميزات في المحل خلاص، ولكن الحويجات اللي كيكونوا الناس موصيني ديجا كنحاول عليك كنلقاهم صافي تنتصل بهم اولا تنصيفط لهم ميساج صافي كيكونوا موصين من قبل. اللي بغات شي حاجه وما دوزتهاش في اللايف ولا ما كايناش في اللايف دوز عندي الخاص باش ان شاء الله يربين نتفكركم. صافي البنات دوزوا الخاص ان شاء الله، خليو لنا النمره ديالكم ديال الواتساب ومع الطلب ديالكم خلاص، باش ان فوا طاح في يدينا شي حاجه من الطلب اللي طلبتوه تكونوا نتوما السباقين ليها قبل ما تدوز في اللايف، كتكونوا نتوما هما اللي خديتوها الاولين. اختي فوفا عليكم السلام ورحمه الله، راك منورانا بالحضور ديالك، كنشكرك بزاف اختي، ومرحبا بك ومرحبا بجميع المتتبعين سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. والو اختي فوفا والله ما لقيت لك الكورميطه ديال اللي دخل الشات، ما لقيتش اختي والله، واخا تلقاهم تلقاهم بثمن طالع بزاف ما يصلحش تدوزهم في الميزات. اللي لقى القربطه ديال الخريشات اغلبيه تيغسلها وتحطها في المحل، خصوصا مع الغلا اللي كانت طلعت بزاف الذهب، اغلبيه اللي شاد شي حاجه تيغسلها وتحطها في المحل تيبيعها على اساس جديده. حتى ولو شديتها من عنده يكون بواحد الثمن طالع ما يصلحش تدوزها في الميزات، ما كاينش اللي يديها. صافي البنات طلعتكم الخير، راه الميزات صراحه ملي تيكون الذهب طالع تيكونوا قلالين، حيت حتى مواليهم تيطلبوا الثمن، يعني ما شي صراحه واخا شدوهم ما عادش يقبلوا عليهم نتوما، تيكون الثمن ديالهم قريب بزاف للجديد اللهم جديد. صافي البنات زيدونا شويه البارطاج، راه اخرنا اللايف اليوم من حيث الصيفيه تكون شي شويه القيصريه مازال عمره ما جاتش نسدو المحل، قررنا اننا سميتو ناخر اللايف شويه عفوا. اختي راه براسليات ديال العظام مازال اختي ما وصلوني، وليني عيد وزيد الخاص باش ان شاء الله الا وصلوني راه تي الاولى نصور من اختي. دوزو للخاص الله يعطيكم الخير، اللي ما لقات شي حاجه ولا عندها شي طلب ولا هادي وما شافتش داكشي اللي بغات هنا في اللايف يدوز عندي للخاص ان شاء الله ونحاول نوجدها لها. يلا بنا تزيدونا شويه ديال البارطاج الله يعطيكم الخير باش نبداو اللايف، راه فيه الميزات كيف العاده، وما نبقاوش نعاودو نفس الحاجه جوج مرات ولا ثلاثه ولا اربعه باش ما نعطلكمش معانا. يلا البنات زيدونا شويه بارطاج، اختي فاتي بالنسبه للحلقه ديال الطروه دي ما جبتهمش اليوم،
الى صلح لك اختي دوزي النمره الاولى 0615 0615 61. راه كاين اشكالات بزاف، كاين اشكالات على الجهد ديال الطروات دي، خلاص ما تلقايش المشكل في هاد الامور هادي. نصور اختي حتى تلقاي الحاجه اللي بغيتي. ومرحبا صرت لان المبروم اختي غزلان، والو صرت لها ديال المبروم ما كايناش اختي، وحتى الا لقيناها تيطلبوا فيها الثمن بزاف. الا بغيتي دوزي للخاص خلي لنا ميساج ديالك، باش حتى الا لقينا شي وحده مثلا جات بعثت لنا في المحل ولا تكون انت ماشي شويه مرفق، باش نلقاو كي نديرو نتعاملو معاكم في الثمن. مي بالنسبه باش تشد المبروم والسامبل المذهبي بحال بحال تيطلب في واحد الثمن طالع بزاف، قد يحسب لك علينا علينا الثمن ديال الجديد. ما نسلك انا لا حنا لا نتوما، ملي ندوزو للخاص اللي بغات شي حاجه في هاد المبروم والسامبل ولا ديال الورده ولا هادي، تخليو لنا الطلب ديالكم باش الا طاحت في يدينا شي حاجه، مثلا شي وحده مزيره وبعت لنا او لا بدلت معنا بشي حاجه اخرى ولا هادي، تنحاولوا نديروا لها ثمن مرفق. مرحبا اختي سناء، الثمن ديال الكوميطه انا نعطيك اختي، غير بقي معايا في اللايف الله يعطيك الخير. راه ما كاينش بزاف ديال السلعه، ماشي نعطلكم بزاف، بقي معايا في اللايف وراه غادي ندوز لكم الكوميطه ديال العنق، راه ميزات اللي بغات تفوز بها راه ميزات خلاص. الكوميطه زوينه ما زعما ما فيهاش شي عيب ولا هادي، واللي داتها بصحتها وراحتها. اختي فوفا 7000 درهم، 7000 درهم تكون زوينه صراحه، بالنسبه ل 7000 درهم تكون كورميطه ديال يد خريشات زوينه. المهم اختي فوفا دوزي الخاص عندي النمره الاولى ولا الثانيه وخلي لي الميساج باش نعقل عليك، ونحاول نشوف لقيت شي حاجه مرفقه في الثمن اللي عاد ناسبني وناسبك ونوريها اختي، ولا بغيتي الله يسخر. كاين اختي واه موجودين خواتم غلاظ اختي غزلان موجودين. بالنسبه للثمن ديال الجرام دابا راه داير 575 درهم، مازال ما تصنع 575. الناس اللي تيدخلوا دابا الفيسبوك تيشوفوا ان الذهب داير 575، تيهضروا على السبيكه. صافي ربنا يطلع يعطيكم الخير، تنهضروا على السبيكه يعني الذهب مازال ما تصنعش باش ما نطيحوش في الغلط. صافي البنات نحاولوا نبداو اللايف ديالنا. مرحبا اختي سناء، ممكن واخا اختي مرحبا، غادي نسبق لكم الخواتم، ولاني خواتمات اللي كنظن اللي بغيتي انت غلاضين بزاف راه ما قررتش نديرهم في اللايف اليوم، مي غادي نوريك شي وحدين وشوف الا ما لقيتيش داكشي اللي بغيتي اختي حاولي دوز عندي للخاص. صافي اختي غزلان راه ان شاء الله غادي يكون خواتمات عندي غلاضين وكبار. فاتحه مرحبا اختي فاتحه، عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك والف مرحبا معنا في اللايف، كنشكرك بزاف على الحضور ديك معنا، منورانا كيف باقي المتتبعين ديالنا، وكنشكركم دائما على الحضور ديالكم. نبداو لكم بهذا الخويتم هذا الكبير بحكم الطلب ديال الاخت غزلان. راه كاين عندي خويتمات اخرين كبارين، هذه فقط مجرد هذه واحد العينه منهم 3600 درهم، 72000 ريال، وكاين مكثر. بالنسبه للاخت اللي سولتني على خواتمات غلاضين، هذا داير 3600 درهم، 72000 ريال، خاتم ديال التخران، تيجي كبير وعاطي للعين، تي هذا كيجي خاوي من الداخل. الناس اللي ما تبغوش خواتم تيكونوا مدوبلين من الداخل، داير 3600 درهم، 72000 ريال، هانتي بالنسبه للخواتم الكبار، 3600 درهم، 72000 ريال، خاتم ديال التخران، شي حاجه زوينه تبارك الله، شي سنسلان جد 2500 درهم، حتى موجودين رشيد. خويا رشيد موجودين خوت عفوا السلسله ديال الثمن هذا، اغلبيه ديال الناس ديال ديما تيتراوحوا ما بين هذا الثمن هذا اللي طلبتي دابا حاليا. صافي بالنسبه للاخوات اللي سولنا على خوتمات كبارين عفوا 3600 درهم بالنسبه للثمن ديالو 72000 ريال، والخاتم تبارك الله ديال التخرم شي حاجه فنه، شوفوا الجناب ديالو كي دايرين عنده هاد لاباط هادي، يعني هاد مذوب هنا في الحاشيه هادي، وخاتم مخرم حجره حمراء اولا غوزيه ملكيه، شي حاجه زوينه. عافاك خاتم ديال الكورميط بثمن مزيان ليلي مرحبا اختي، خاتم ديال الكورميط بثمن مزيان موجودين اختي، خاتم الكورميط واللي موجودين. انا عندي وز واحد اختي ودوز عندي الخاص، مازال واحد اخر شي حاجه فنه تبارك الله، وانت الاثمنه ديالهم. اختي فاتحه بالنسبه للسلسله، السلسله يمكن وقيله سلسله رقيقه ياك، الا كنتي بالنسبه للاخت اللي سولتني على سلسله رقيقه اختي قلالين شويه،
اي متزبيش اختي ومرحبا. كان عندي واحد خلاص، ولاني كان واحد السيده خلاص من قبل كدات مع عندنا واحد اللويزه، وكان الطلب ديالها هو اللي زعما قبل، يعني تقريبا راه قبل رمضان اللي وصلتني ولا اكثر. واحده خلاص اللي لقيتها وراني خليتها لها. الا كنتي انت اللي سولتيني على هذا على السلسله اختي، الا ما لقيتهاش ما جاوبتكش، اما الا لقيتها راني غادي نرجع للميساج ديالك وغادي نجاوبك، كوني هانيه. السلسله ديال السبعه اختي، بالنسبه للسلسله ديال السبعه مازال ما وصلونيش، قضوا لي خلاص كانوا عندي ديال سبعه وفرقتهم كاملين مشاو تباعوا. قال لي واحد منهم بحال هذا كان فيه سبعه ديال الخيوط، هذا وشكالات اخرين كانوا عندي بزاف ديال السلاسل ديال السبعه كلهم تفرقوا. انت بالنسبه للاخوات اللي سولوني على اخواتهم الكبارين، الاخت اللي قالت لك على السلسله وما جاوبتهاش، كنعتذر منك اختي راهي الا ما لقيتش. انت بالنسبه لهذه حجيره غوزيه، شي حاجه فنه تبارك الله، خاتم واعر، خاتم راه صحيح وعملي ما تخافوش عليه، شي حاجه بلاندي، وتيجي معمر اليد، تيجي عاطي العين، هانتوما شفتوا تبارك الله شحال كيشد في اليد، ملي جاي معمر الصبع، هانتوما 3600 درهم، 72000 ريال. والخاتم ديال الخرام ملكي تبارك الله، شي حاجه هماويه، 3600 درهم، 72000 ريال. اللي بغاتو تحاول دوز عندي للخاص، ومرحبا والف مرحبا. كاين هذا خاوي من الحجر، يعني هذا سامبل، والذهب ديالو راه احمر، الذهب احمر، الناس اللي تعشقوا الذهب الاحمر. هانتوما البنات، هذا تيجي مدوبل من الداخل، هانتوما مع الثمن ديالو 2700 درهم، 54000 ريال. واخا اختي هذا بقى لي واحد اختي، بالنسبه لهذا بقى لي واحد، هذا راه جديد ماشي مستعمل، هذا فقط فرقت السلتله كان فيها سبعه وسميتو عليه، وكان بقاو لي جوج، واحد دات واحد الاخت، بقى لي هذا بوحدو فيه سبعه 25، على سوم 600 درهم، جاتو 4350 درهم. هذا راه مازال جديد ماشي مستعمل البنات، الله يعطيكم الخير، هذا راه مازال جديد. اللي بغاتو دوز عندي للخاص ومرحبا، انا نزيد نعاود نوريه لكم. نكملوا لهاد الخويتم هذا ديال التخرم اختي سناء، مرحبا، ما عرفتش علاش سولتيني. هذا القياس ديالو 6.8، هذا القياس ديالو 6.8، الاخوات اللي يسولوني على القياس 6.8، راه الدوره الكبيره. انتم الثمن ديالو 2700 درهم، 54000 ريال بالنسبه لهاد الخويتم هذا، تيجي هكا مدوبل، والذهب ديالو راه حمار. صافي البنات، الذهب حمار، كناكد لكم وتنعاود نقول لكم الذهب ديالو حمار، حتى اللي بغات الذهب غوزي راه كاين في الخويتمات بحال هكا مخرمين. انتم البنات، شي حاجه زوينه تبارك الله، شوفوا الجناب ديالو تيكون دوبل، يعني الجناب راهم عراضين. الثمن ديالو 2700 درهم، 54000 ريال، 54000 ريال. والخاتم راه مدوبل، وتيجي على هاد التشكيل هذا، وشي حاجة فنة تبارك الله. هانتوما البنات، الناس اللي تعشقوا البلدي، هذا راه البلدي، هانتوما البنات مخرم، شوفوا الخدمة كي دايرة، شي حاجة زوينة وملكية. أنا بالنسبة للذهب الغوزي، هذا راه ماشي صفر، راه غوزي صفر بوحدو، وهذا راه غوزي، هذا كيكون ما بين الأحمر وما بين الصفر، النيفو ديال الكولور ديالو. 2900 درهم، 58000 ريال. شوفوا تبارك الله الدوره ديالو هنايا شحال عريضه، يعني هاد الدوره ديالو 2900 درهم، 58000 ريال. المهم مرحبا اختي فاتحه، الله يخطيك السلسله اللي قلتي ليا سلاسل. مرحبا اختي السلاسل، واخا مرحبا، اني ندوزهم وشوفي اللي بغيتي، حتى الا بغيتي في الجديد راه كاينين موجودين الشكلات ديال السلاسل، ما عندناش مشكل فيهم، راه نستعمل في السلاسل ديال ديما هو اللي كيكون المشكل، قلالين بزاف. الثمن ديال الخاتم 2900 درهم. هانتوما البنات، كيجي مدوبل تا هو من الداخل، تيجي هكا كي كتشوفوها في الصوره، والخاتم تبارك الله راه جاي واعر. هانتوما البلدي، هذا شي حاجه بلديه، الثمن ديالو 58000 ريال، 2900 درهم، 2900 درهم. بالنسبه للدوره ديالو تكون صحيحه وعمليه. ندوزو لعصير الصابون، الاختي بالنسبه للاخت جميله كتقول ترسل للخارج، لا امكانيه الارسال ديال الذهب للخارج ما كايناش. الا عندك شي واحد في العائله هنا في المغرب، عطينا لادريس ديالو والنمره التليفون ديالو، نصيفطوا له الحاجه اللي بغيتي انت ويتسلمها في مكان في المغرب. داخل المغرب ما عندكش اشكال في الارسال، داخل المغرب ما عندناش مشكل نهائيا، فين ما كنتي في المغرب وصلك لا كوموند ديال حتى لباب الدار. حتى الناس اللي كنتعاملوا معاهم، احنا خلاص باش غير مجرد التوضيح، ما كنتعاملوش مع الامانه، كنا سابقا كنتعاملوا مع الامانه مي فيها شي شويه ديال التعقيدات، هي اللي خلتنا الصراحه نمشيو نتفاداو التعامل مع الشركه ديال الامان. دابا كنتعامل مع واحد الشركه ديال الارساليات صراحه زوينه، و سميتو على كيسرو في سميتو على في الخدمه ديالهم،
ما تلقاوش مشكل معاهم وكيتعاملوا مع الكليان. بالنسبه للامانه تلقاو شي تعقيدات ما بقيناش معاهم. اختي مريم مرحبا، عندي واحد النبالات جوج في المستعمل، انا مريم اختي، واللي عجبك الله يسخر لك. كاين الخويتم هذا ديال عصير الصابون شي حاجه فنه، وانت البنات واش انت في طنجه؟ رشيد لا خويا، حنا في مدينه ميدلت وراه تنصيفطوا لطنجه بزاف السيمانه كامله، وحنا تنصيفطوا لي كوموند لطنجه. فين ما كنتي في طنجه راه نصيفطوا في الامانه ديالك، توصل حتى لباب الدار. بليز بغيت شي زوين. كاين بالنسبه للاخت غزلان، هاني تندوز خوت ما تزوجني بحال هذا عصير الصابون، ما كاينش بحاله لا من ناحيه الصح ولا هذا، راه موديل الصراحه هذا ولا طالع دابا، هذا هو الموديل اللي طالع دابا حاليا، راه تيلبسوه الكبار والصغار، ما كاينش اشكال في هادشي. فقط انا كنكون كنعشق الذهب الاحمر هو الاصلي. وانتم البنات هذا داير 2350 درهم 47 ريال. شوفوا تبارك الله الطلعه ديالو، الحاشيه ديالو راه طالعه بزاف. مارياج دق ليبرا في المستعمل، والو اختي ام جابر ما تلقايش، مازال يلاه موديل جديد محال تلقيه دابا. فين بلاصه في ميدل تواش في القيصريه؟ واخ واه 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 في القيصريه. هو التقديم اللي قلت لكم في الاول، حنا في القيصريه خويا رشيد، لك تعرف ميدلت، حنا في القيصريه اللي قبالت المركز الثقافي. حتى الا جيتي ان شاء الله لميدلت وما عرفتيش مره، اما صنع ليا نخرج عندك برا ونعت لك المحل، او لا في حال دخلتي للقيصريه سول اي واحد قول له موسى الذهبي راه يجيبك حتى عندي المحل. فقط يكون شي واحد اللي تسولك وعنده المحل داخل القيصريه راه تعرفوني الدراري كاملين. شحال عبار ومرحبا اختي غزلان. بالنسبه لهذا راه فيه لي طي، ما عندناش مشكل في القياسات. بالنسبه لهذا راه القياس ديالو 1.9 وكاين القياسات، ما كاينش مشكل في العبارات اختي غزلان. هذا راه عصير الصابون شي حاجه فنه. السلام عليكم، انا غادي نبارطاجي. الله يعطيك الخير اختي سناء، الله يخطيك ربي يخليك اختي، كنشكرك بزاف. اكرام عليكم السلام اختي اكرام، مرحبا بك الف مرحبا. كاين هاد خويتم هذا ديال عصير الصابون، انا بالنسبه للاخت غزلان شي حاجه فنه تبارك الله. شوفوا الخدمه كي دايره متقونه ديال عصير الصابون، وهذا راه من الموديلات اللي دابا تبارك الله مطلوبين بزاف، ماشي شويه مطلوبين بزاف، مطلوبين بكثره، حيت خلاص خاتم صحيح وعملي. اللي بغاتو راه داير 47 ريال، ماشي شي حاجه بزاف، من حيث الاغلبيه ديال الخواتم ديال عصير الصابون تلقاهم زايدين بزاف في الثمن ديالهم. هانتوما البنات كاين هذا الثاني تا هو ديكرادي. بالنسبه للديكرادي دائما تركزوا على انه يكون هنا تبارك الله يكون مخدوم مزيان ومتقون، حيت هذا هو التلاقي هنايا. هانتوما شوفوا الداخل ديالو، ها الطابع ديالو شي حاجه فنه. الثمن ديالو 2700 درهم 54 ريال، هذا راه وازن. هانتوما البنات حتى الحاشيات ديالو راهم دوبلين، شوفوا تبارك الله كي دايرين، 2700 درهم 54 ريال، وتيجي ديكرادي. بالنسبه للقياس ديالو قياس صغير، شحال الجرام؟ بالنسبه للجرام اختي راه بادي تقريبا من 575 الفوق. القياس ديال هاد عصير الصابون هذا 1.8، هذا القياس ديالو 1.8. وانتم بالنسبه للاخوات اللي تيسولوني على القياس 1.8، وعندي العبارات الكبار، عندي الصغار. انتم البنات عصير الصابون شي حاجه فنه، شي حاجه زوينه، تيكون هذا عملي بزاف. وانتم الزوقه ديالو ديال عصير الصابون الثمن ديالو 2700 درهم 54 ريال، والخاتم هذا تديوه بالكاونتي شي حاجه صحيحه وعمليه. ندوز لهاد خويتم هذا ديال دقلي برا ديال المارياج، شي حاجه مستيليه تبارك الله وزوينه. هانتوما البنات هانتوما الاناقه تبارك الله، دقلي برا راه تيكون عملي وصحيح، ما كيتلوط ما كيعوج، شي حاجه فنه. الثمن ديالو 2100 درهم 42 ريال، 2100 درهم بالنسبه للثمن ديالو. خويتم ما كيتلوطوش يعني كيكونوا قاصحين، دقلي برا تيكون عملي بزاف. ها هو وكاين الكبير عليه، هذا داير 42 ريال، وراه عندي واحد داير شي 74 ريال ولا 76 ريال. اللي بغاتو ديال المارياج ديال دقليبي راه حجره مربعه كبير، راه عندي خلاص في المحل. ورينا هاد الكوعه فين كيكون. مرحبا اختي ماجده، عندي بالجرام، راه تكون راه بالجرام اصلا، راه تكون راه كله بالجرام. نحاول نقلوسيهم ولا مازال. مرحبا اختي، انا غندوزهم دابا، يبقى معايا ان شاء الله اختي امينه. ومرحبا بك. كاين خويتم هذا ديال المارياج كيف العاده، تيجي على تشكيل هذا ما شكل ديال البزيم، شي حاجه زوينه تبارك الله. العشه مدوره وعصريه، بالنسبه لهذه العشه مدوره راه عصريه ماشي ستيل القديم، شي حاجه زوينه. شوف الخدمه ديالو من الداخل كي دايره، هانتوما راه الصفه تبارك الله والنقاء في الخدمه. الثمن ديالو داير 3600 درهم 72 ريال. خاتم ديال المارياج راه صحيح،
هذا راه بلاندي يعني لبسيه مدى الحياة، ما تخافيش عليه عواجلك. هانتوما 3600 درهم، هانتوما 3600 درهم، شي حاجة زوينة بزاف كاع ماشي شوية. ها الثمن ديالو البنات، ها الواجهة ديالو، تنحاول نزومي لكم عليه باش حتى اللي بغات تشوفو من دابا ها هو فين هو. هانتوما شي حاجة زوينة، هانتوما القياس ديالو غيكون 1.9 غالبا، القياس ديالو عفوا 1.8 بالنسبة للقياس ديال هذا 1.8. اللي بغاتو مرحبا. واش دوزتي خواتي مع سير الصابون اللي الدورة وحدها، دورة وحدها اختي، كيبقى لي واحد، بقى لي اختي واحد، راه معزول الاخت حنان، راه كنظن واقيلا راه معانا في اللايف، اللي غيكون داخلة الفيس ديال احلام الوردة. كاين هذا، هذا دور واحد، ولكن راه معزول الاخت حنان، هذا تيجي دورة وحدها. هانتوما هذا راه ديال الاخت حنان، ادخل عندكم فيسبوك احلام الورده، ما عرف واش حضرات دابا ولا ما حضراش، مي خلاص راه غادي ندخل معكم هنا دابا. هذا راه ديالها، اذا بغى يشوف حاله مرحبا، راه نجيب لكم ما كاينش مشكل. مي هادو راه صحاحين تبارك الله، تاهما راه تيكونوا عمليين بزاف، هادو راه ماشي داك اللي كيكون ديغرادي، تيكون هاد البلاصه هادي رقيقه بزاف. شوفوا السمك ديالها، راه كاين ديغرادي فيه وفيه، كاين اللي كيكون هادو هذا رقيق بزاف، تيرقوه بزاف باش كيخفف. هانتوما البنات هذا راه عريض، شوفوا تبارك الله، راه هاد الدوره ديالو هنا، فهاد الدوره راه تبارك الله راه كبيره. هانتوما واخا رقيق هنا، شوفوا شحال، راه 6 مليم هنايا ديال 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 فهاد الدوره، 6 مليم، يعني راه صحيح ما تخافوش عليه، يعني واخا دي غرادي راه ماشي حتى ديك الدرجه زعما يكون مهلوك. خويتم ديال الطروات دي ديال مارياج، الثمن ديالو 1500 درهم، هذا 1500 درهم، 30 ريال. خويتم ديال مارياج ديال الطروات دي عصري وقصح، ماشي المنفوخ اللي كيتعبش، هذا راه ديال الطروات دي. هانتوما البنات شي حاجه زوينه، حجره وحده اولا دياموندا وحده، الثمن ديالو 1500 درهم. اللي بغات دي خويتم ديال المارياج، خفيف اليد والثمن ديالو مرفق. اختي ام الرجال مرحبا، بالنسبه للمستعمل كيف العاده بادي من 560 درهم حتى 600 درهم، كل حاجه وثمنها. هنا نوريكم حاجه بحاجه، واللي بغيتي اختي ام الرجال اختاريه والله يسخر لك حسب القدره ديالك ولا حسب المستطاع، والله يسخر الجميع. كاين هاد الخوتم ديال المارياج ديال البنانه، شي حاجه زوينه، الثمن ديالو 2650 درهم. خاتم ديال البنانه شي حاجه هما، وهي تبارك الله هذا ستيل واخا قديم، مي راه مازال عصري، مازال مسجل الحضور ديالو بقوه في المجال ديال الخواتم ديال المارياج. هانتوما الله يعطيك الخير اختي ام الرجال، الله يخطيك، الله يسهل لك حتى انت ان شاء الله، ونطلب الله التيسير للجميع. هانتوما البنات خويتم ديال البنانه شي حاجه زوينه، 2650 درهم، شي حاجه فنه تبارك الله. بالنسبه لخويتم هذا ما عمره يموت، يعني الموديل ديالو مازال يعني شاد في السوق ديال البنانه. هذا من الخويتمات اللي تيجيو للعيالات، خلاص اللي عندهم مارياج او اللي عندهم عفوا شي سميتو الزواج ولا هادي، تيمشيو ليه ديريكت. اختي فاطمه مرحبا، غادي ندوز المارياج يبقي معايا اختي، الله يعطيك الخير. عليكم السلام ورحمه الله. نينا بناني مرحبا بك اختي، مرحبا، عليكم السلام ورحمه الله، دائما منورانا في اللايف. 2650 درهم، اللي بغاتو ديزاين ديال الخاص ومرحبا. كاين هاد خويتم هذا ديال حتى هو كيعطي الشكل ديال البنانه، جاي سامبل، الدور ديالو دور سامبل من جميع الجوانب. ها انتم البنات شي حاجه فنيونه، ها انتم خدمه متقونه تبارك الله، الحجره مربعه كيف العاده، الثمن ديالو 3200 درهم، 64 ريال. ولكن يا خاتم تبارك الله راه يعني الا ديتي الخاتم تعرفش كديه، انتم شوفوا من الصوره كي كيبان، كنظن وقيلا الصوره تبارك الله واضحه، ما كاين علاش نبقى نزين بين لكم بزاف. حتى اللي بغا تاكد الديزاين ديال الخاص ندير لها فيديو تشوفوا تبارك الله كي داير، يعني راه الخاتم شاد راسو، 3200 درهم، 64 ريال، خاتم ديال المارياج، شي حاجه عصريه وحديثه. هانتوما البنات شي حاجه زوينه، اللي بغا تاخد الديزاين ديال الخاص الثمن ديالو 64 ريال. ندوزو البنات النباله، عفوا لهاد النباله، يعني الذهب ديالو احمر وبلديه. هانتوما البنات شي حاجه فنه تبارك الله، هانتوما شوفوا عاطيه العين، الواجهه ديالها كبيره، هانتوما تتجي شوف شحال شاده، يعني تتجي عريضه كامله، يعني ماشي عريضه في واحد الجهه ورقيقه في الجهه اخرى. هانتوما البنات الخدمه ديالها زوينه تبارك الله، الثمن ديالها 116 ريال، 5800 درهم، 116 ريال بالنسبه للثمن ديال هاد النباله. والخدمه ديالها راه بلديه متقونه، هانتوما البنات راه البلدي هذا، سمعت بلي تمن دهب نزل شويه
اختينا بناني طيح تقريبا 10 دراهم، تقريبا 10 دراهم اللي طيح. تنهضروا حنا على السبيكة ماشي على الذهب المخدوم. صافي، يعطيكم الخير، الله يحسن يرح، حاولوا الله يعطيكم الخير. زيدوا لنا شويه ديال الشيم والباش. اكيد معنا سميتو عليه الدبابة الالكترونيك، كيقول كنعتذر منكم لهاد العبارات هادي. الله يبارك فيك، حاولوا تزيدوا شويه ديال الباش وشويه الشيم وشويه ديال الكوسه البنات. معنا شي شويه ديال الحساد، راه انتي سنيالي واللايف الله يهديهم. انتم البنات نبالة في يعني الذهب الاحمر شي حاجه فنه تبارك الله. الثمن ديالها دايره 116 ريال، 5800 درهم. داكشي اللي كاين اختي فاتحه الله يخطيك. يلا البنات الله يعطيكم الخير، زيدونا شويه الدعم الله يخطيكم. معنا كما نقولوا حنا الذباب الالكتروني راه ما يدو منا والو، حنا مستمرين معكم في الهميزات والاثمنه دائما مرفقه. صافي البنات الله يعطيكم الخير، اثمنه ديال الهميزات راه مطيحين بزاف. شنو رشيد مجوهرة سكينة بالنسبة واخا اسمح مزيان اني نبهتيني لهاد الملاحظة هادي. هانا نوريك اخويا الله يعطيك الخير خويا رشيد العنوان ديال المحل او السمية ديالو في الكارت فيزيت. هانت اخويا الله يعطيك الخير خويا رشيد، هانت مجوهرة سكينة هي اللي تلقاها مكتوبة في سميتو على في البلاكة، في سميتو على في البلاكة ديال الفيترينا وحتى البلاكة اللي معلقة في الحيط. صافي هادي هي هذا هو العنوان ديالنا، ها هو مجوهرات سكينة. ها هي قبلتك النوامر راه مسجلين تما كاينه باش حتى الناس يشوفوا دابا النوامر ما يقعش في شي غلط ولا هادي. 10.14 على السوم 580 درهم. نشوف بلا تتاكد لكم عقلش شحال دوزت لكم هادي 1800 درهم. بالنسبه لهاد النباله، النبالة راه زوينة تبارك الله، تجي عاطية للعين. هانتوما البنات كبيرة وعاطية للعين، هانتوما النبالة ب580 درهم، 11600 ريال الجرام. الله يعطيك الخير اختي نينا بناني اللي خطيك، تبارك الله عليك من المدعمين ديالنا، وكنشكرك بزاف على المجهود ديالك. هذا راه فضلا وليس امرا خلاص، ومشكورة على المجهود ديالك. هانتوما البنات اخي ما تنساش اختي رشيده البراسلي، واش اللي واش هذا ولا اللي دوزت قبيلاتي؟ شوفي اختي اللي بغيتي فيهم مرحبا بك. لا لا اخويا رشيد انا في مدينه ميدلت قيصريه اللي انفاس المركز الثقافي، الا بغيت شي حاجه راه نصيفطها لخويا حتى لطنجه، يكفي فقط تقول لي الحاجه اللي بغيتي وهنك الله نصيفطك حتى لطنجه ان شاء الله. وخذها عفوا بالصحه والراحه، كنعتذرلك على نزله اللسان. اللهم الله يعطيك الخير اختي نينا بناني الله يخطيك، مشكوره بزاف على الدعم ديالك. بالنسبه لهذا ها الثمن ديالو اختي، صافي هذا على سم 580 درهم، هذا راه بالجرام ماشي بالموديل. عوض ما نمشي للمحل ويلصقوه لك بالموديل، ها انت كتاخذيه بالجرام. 10.14 على سم 580 درهم، جاتو 5880 درهم. واش عندك الويزا الحر؟ بالنسبه للام مالك عندي اختي وحده، ولاني راه السيده موصيان عليها اللويز راه شويه مفقود دابا حاليا، مادام ان السوق ديال الذهب مازال ما استقرش فواحد الثمن محدد، راه اللويز شي شويه مفقود. عندي وحده خلاص الا بغيتي نوريها وريها اختي، راه موصيان على 4 تنحاول نوجدهم لها ولاني مازال ما لقيتش. كاينه هذه خلاص راه السيده تقريبا هذه نقولوا واقيلا شي 10 ايام موصيان عليها، وراه عطيني لادريس ديالها عطيني كلشي، باقي خصها 3 نوجدهم لا مازال ما لقيتهمش. مرحبا خويا رشيد مرحبا بك، المحل موجود مفتح في وجوه كاع المتتبعين ديالنا فين ما كانوا. اللي بغى يجي عندنا المحل مرحبا به، المحل مفتوح في وجهكم وتشرفونا بالحضور ديالكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا اختي ام ادم موجود يا خويت مد مارياج، دوز شي وحدين ولا صلاح لك دوز عندي النمره هي نحاول ايبانغ ليها باش تطلع لكم، حيت راه اللايف سينيالا ومشاو النوامر. كنعتذر منكم على هاد 16 06 61.
بنقول لكم عن النوامر عفوا باش نسميشو عليه باش يكونوا باينين. ها انتم البنات، بالنسبة للناس اللي يسولوني على النمرة، هيا فينا هي الفوق. النوامر البنات الله يعطيكم الخير، اللي بغات تدوز عندي الواتساب كاين النمرة الأولى وكاين النمرة الثانية اللي بغات تدوز ليها مرحبا. كاين هاد النبالة البنات، راه النبالة تبارك الله كبيرة وعاطية للعين، فيها 10.14 على سوم 580 درهم، نبالة عصرية تبارك الله وراها زوينة وريها في الحوار. مرحبا اختي، كلشي غادي نوريه ما نخليه حتاش، حتى اللي ما بانتلكمش هنا في اللايف فقط تدوزو عندي الخاص ومرحبا بكم. هانتوما شوفوا النبالة قداش هي، راه الواجهة ديالها كبيرة، عوض ما تاخدوها بالموضي تاخدوها بالجرام. صافي البنات، هادي خلاص راه مستعملة على سوم 580 درهم، نبالة مستعملة وشي حاجة زوينة تبارك الله. هانتوما البنات شي حاجة زوينة، اللي بغات تلبس النبالة عاطية للعين عوض ما تشريها بالموديل، ها هي بالجرام خوات. مرحبا أصيلة، مرحبا أختي. شحال الثمن ديال اللويز؟ اللويز أختي دابا بالنسبة للفرجة دايرة 74 ريال، 75 هذا هو الثمن ديالو. هانتوما البنات شي حاجة فنة، شوفوا النبالة تبارك الله من الداخل ديالها كي دايرة. هانتوما راه الصح والعماني صحيحة، ماشي شي حاجة اللي كتلوط، والنبالة مستعملة على سوم 580 درهم. اللي عجبات هاد النبالة دوز عندي الخاص. بالنسبة للقياس ديالها، قياس راه كنظن كبير، هذا 6.2 بالنسبة للقياس ديالها، 6.2 هذا القياس ديالها، 6.2 القياس كبير هذا، ما تلقاوه زعما في شي بلاصة أخرى. القياسات اللي هما متداولين هما 5.9 كاع، هادو راه فيها، هادي راه فيها 6.2. ندوزو لبنات هاد الدبيلاج المخرم، شي حاجة واعرة تبارك الله. هادو بالنسبة لهاد التخرام ديالو راه قاصح ما كيبومبيش، هاد راه خدمة يعني بلدية متقونة تبارك الله. هادي راه تبارك الله راه ضرب الا ما كانش خطرة عند مولاته، ضرب شي 17 سنة ولا 18 سنة، وهي بعثو لنا تبارك الله مازال جديد، مازال ما فيه حتى شي ضربة. هانت بالنسبة للميزان ديالو 11.76 على سوم 580 درهم، جات 6820 درهم. شوفوا تبارك الله مازال نقي، ما فيه زعما شي ضربة ولا شي هرسة، ولا حتى الشبكة ديالو ماشي مهرسة ولا صافي. البنات هانتوما شوفوا الحالة ديالو كي دايرة، راه مازال تبارك الله نقي. هانتوما شوفوا الداخل ديالو كي داير، هذا راه مولاتي تبارك الله لبساتو، ان قنعت منه مازال نقي. هانتوما شوفوا، هانتوما البنات شوفوا الداخل ديالو كي داير. ها اللي بغاتو دوز عندي الخاص غادي ندير عليه فيديو. بالنسبه للقياس ديال هاد الدبيلج راه 6.1. هانتوما البنات شوفوا الحاله ديالو من الداخل، واللي بغا يعطيني زيد تاكد يدوز عندي الخاص ومرحبا بها. دبليج تبارك الله مخرم، شي حاجه واعره بالنسبه للتخرام، هذا التخرام القديم ماشي هاد الزواقه ديال دابا، يعني الخدمه القديمه تتكون زوينه تبارك الله وعمليه وفنه. هانتوما البنات بالنسبه لهاد الدبيلج هذا راه القياس ديالو 6.1، بالنسبه للديامتر ديالو يعني راه 6.1، والميزان ديالو 11.76 لسوم 580، جاتو 6820 درهم. صافي البنات على سوم 580 درهم بالنسبه لهاد الدبليج. دبليج صراحه والله الا نقي تبارك الله فن، باش تكونوا على بال. بالنسبه للخدمه ديالو هذا راه الا مشيتو للمحل تلقاو هذا بالموديل، راه ما يتكثروش معكم الهضره بالنسبه للشحافه من غرام ولا هذه ما يقولها لكمش. وريني هذيك السلسله ديال اللويز. مرحبا اختي، هذه وري كل شيء امالك، هيبقى معايا الله يعطيك الخير، راه ندوز كل شيء ان شاء الله وحده وحده باش ما نزربش عليكم، باش اللي بينت نحاول نعطيكم التفاصيل ديالها، باش حتى اللي دازت دوز مقتنعه الحاجه اللي بغات. واخا بالنسبه للاخت اللي قالت لي على السلسله ديال اللويزه باش ما نقلقوكش يا اختي وبقى على خاطرك، نحاول نبين لك هذه. ها هي فين السلسله ديال اللويزه، ها انتم البنات طلعتكم الخير، هذه ديال اللويزه. شوفوا تبارك الله الفروج كي داير، هذا راه ماشي الفروج اللي مطبوع، راه كاين اللي مسكاني بالليزر، هذا لا، هذا راه مفروغ في المول ديال اللويز باش تفرقوا في سميتو على في هاد اللويزات. 7500 درهم بالنسبه للويزه راه ديال 18 الكره، باش نكون متفقين من الاول باش ما نغشنكمش ولا نغفلكمش. بالنسبه لهذه ديال 18 كره، واللي تبارك الله اللويزه مدوبله، راه جايه بحال ديال 21، ما فرقش بينتها، اللي شافها يقول عادي ديال 21 ما كاينش غرام ديال الفرق. 7500 درهم، 150 ريال، والسلسله ديال الشوبات تبارك الله بهذا السم هذا شي حاجه فنه. شوفوا تبارك الله السلسله قداش هي، شوفوا السلسله كي دايره، 7500 درهم، والسلسله ديال الشوبار ما تخافيش يتقطع لك نهائيا. ها انتم البنات ديال الفروج شي حاجه واعره، تتجي ملكيه في اللبسه، تجي على شكل زكزاك ولا عفوا هذا الشكيل هذا ديال السبوله ولا
كل واحد كيفاش يعطيها السميه ديالو ولا الوصف ديالو. والفروج هذا راه مفروغ ماشي ديال الليزر. صافي البنات الله يعطيكم الخير. والسلسله ديال الشوبار شي حاجه واعره تبارك الله، هانتم ملكيه 7500 درهم بالنسبه لهاد السلسله. كيف قلت لكم راه اللويزه بحال ديال 21، لا مجال للفرق، ما كاينش كاع نهائيا. اللي شافها هكا يقول هذه ديال 21، حتى غرام ديال الفرق ما لقاوهاش. واش بصح بالنسبه للاخت اللي قالت لك على البراسليت كيكون فيهم الحاشيه تيكون فيه معمل بالنقره، ما يمكنش اختي، راه اي براسليت يكون مسودي في الجناب ديالو. بالنسبه للجناب باش نكونوا فاهمين، اي براسلي باش يجمعوا له، باش تعرفوا باش يجمعوا له هاد لاباط هذه مع هذه، راه ضروري تيكون هنايا، راه مسموح لهم انهم يديروا الصدور هنايا، ما يمكنش باش يجمعوه ولا ما يجمعوهش. هانتوما البنات، راه الذهب بصفه عامه تيكون فيه شويه ديال النحاس شويه ديال النقره، ما يمكنش يعطيوها لكم 100%. ما كاينش ذهب في المغرب اللي مثلا 100% يكون ذهب، الا كان 100% يكون ديال 21 ولا 22 ولا 24، ضروري تيدخل فيه شي شويه ديال النحاس وشويه ديال النقره باش كيتميلونجا باش كيهبط ل 18 الكره. ما يكذب عليكم حتى شي واحد وما ينافقكم حتى شي واحد. راه اي واحد قال لكم لا الذهب ما فيهاش النقره ولا هذه، راه تيخربق عليكم. وانا ما فيهاش النحاس، الا ما كانش فيه النحاس راه يكون ديال 21، كيكون ذهب يعني خالص بالعربيه. مرحبا اختي حفصه، اي ضروري 750 ديال ضروري. راه كاين واحد دي فيديو كيكونوا في اليوتيوب، راه كيشرحوا لكم النسب ديال الذهب كيفاش كيحولوه من مثلا من ذهب خالص ل 750، فهمتيني. راه كاين يكون داك الشيء كيكون عطيني مقادير محكومه، ماشي عاجي فهمتيني، عاجي وصوب باش ما نغلطوش الناس. الله يعطيكم الخير وصافي، هادشي علاش كيكون واحد النسب. راه تيكون هاد الاخت ام الرجال راه شرحت لكم كيفاش الطريقه، بهاد الطريقه اللي شرحت ام السيده ام الرجال، راه هو نفس الشرح اللي تيشرحه واحد السيد في اليوتيوب. وتيكون 750 ديالنا حنا دائما تيكون بلافون هو 750، علاش كتلقاو مثلا السناسل ديال تركيا مطبوعه فيها 750، حيت الذهب ديالهم ما تيكون نقي. تنقول حنايا نقي الصدور ديالهم تيكون صدور شعره، حنا دائما تنكونو قل من 750. هي اختي ام الرجال 24 هو ديال 100%، يعني تنقولو حنا الالف يعني 100%، ما كاينش غرام ديال النحاس ولا. داكشي اللي كاين ضروري تيكون فيه دخل فيه شويه ديال النحاس والنقره ضروري، من سبع المستحيلات ما يكونش في هاد الحويجات، يعني هما تيكونوا بنسب محدوده ماشي يديروا صافي، تيكون واحد المعيار باش كيدوز في الديوانه. ديك الطابعه اللي تشوفوا فيه راه الا ما كانش محترمين ديك النسبه اللي محددهم ما يمكنش يدوز في الديوانه. يلا صافي البنات الله يعطيكم الخير، انا شرحت لكم بما فيه الكفايه. المهم اللي بغات شي شرح دوز للخاص، اي باش ما تغلطوش الناس الله يعطيكم الخير، باش كل معلومه تكون مضبوطه والناس ما يسوءوش الفهم. 7500 درهم بالنسبه لهاد السلسله ديال لويزا بهذا السلسله ديال الشوبار، شي حاجه فنه تبارك الله. اللي بغاتها دوز عندي الخاص. مرحبا اختي ام جنات، النباله واش وصلك؟ واخا اختي ما عرفتش، مش ما ننساكش. الاكاديري اختي انزكان، راني وصيتهم اختي والله الا اكدت عليهم، كنظن قيل انزكان ياك ولا اختي الا اكدت عليهم بزاف كاع. الله ان شاء الله يا ربي نهار الاثنين نكون واصله. انا غدا عاوتاني نوصي البنت نقول لها حاول سميتو تسوي بي لي هاد الكوموند ديالك ديال الانزكان. صافي اختي الله يعطيك الخير، بالنسبه للاخت اللي سويت لها الكوموند ديال انزكان، انا غدا عاوتاني نتصل بالسيده وناكد عليها باش تبقى متبعه لي الكوموند ان شاء الله ربي يوصلك نهار الاثنين. طلب الله في الخير توصلك نهار الاثنين، ما يكونش شي روطه. صافي البنات نواصلوا الحديث ديالنا، حتى اللي عنده شي استفسار ولا شي حاجه تحاول
دوز عندي الخاص ونوضح لها سميتو على بالملموس. كاين 7.25 بالنسبه لها الدبيلج. الله يعطيك الخير اختي ام جنات، مرحبا، ربي يخليك. انا نحاول غدا الصباح او تاني نعاود نذكر السيده باش نهار الاثنين الصباح نحاول نكونفيرمي مع السيده ديالكم ان شاء الله اللي غتشدها. مرحبا اختي مجد، ابقي معايا الله يعطيك الخير. هنا نمشي واحده واحده. شوفوا البنات طلعت لكم خير بالنسبه لهذا الدبيلج، هذا فيه 7.25 والقياس ديالو 6.8، جاتو 4350 درهم. صافي 500 وفاتي 575 دابا مازال ما تصنع. 7.25 عندها سوم 600 درهم، هذا مازال جديد. 4350 درهم القياس ديالو 6.8، هذا راه 6.8 القياس ديالو كبير. اللي بغاتو راه مازال جديد، دوز عندي الخاص ومرحبا بها والف مرحبا. هانتوما البنات بالنسبه للخوتمات ديال عفوا البراسليات ديال التخرام، شي حاجه زوينه وملكيه. هانتوما البنات ديال التخرام، ذهب تبارك الله صفر، هذا راه البلدي والعصري في نفس الوقت، جمع جوج حويجات في حاجه واحده، راه صفر وهادي والزوقه ديالو مخرمه يعني بلدي. هانتوما البنات اللي بغات هاد البراسليات شي حاجه زوينه تبارك الله وتجي انيقه وملكيه في اللبسه، اللي بغاتهم دوز عندي الخاص. هادو راه تيجيو مدوبلي من الداخل، الناس اللي بغاو يلبسوا شي حاجه كلاس. هانتوما 16800 درهم، 800 درهم، مليون و 136 الف ريال. هانتوما البنات 16800 درهم، 136 مليون و 136 الف ريال. والبراسليات تبارك الله تيجيو مدوبلي من الداخل، ها تيجيو عامرين كي كتشوفوهم، شي حاجه فنه وهماويه وملكيه بالنسبه لهاد البراسليات. اللي بغاتهم دوز عندي الخاص. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله كي دايرين، هادو تبارك الله راه النقا ديال النقا والخدمه متقونه تبارك الله، حتى ملي كتلبسيهم تعطي واحد الديكور فن تبارك الله. خاتم اللي كومونديت مرحبا اختي، مرحبا اصيله محمد اكرم، مرحبا اختي. غادي نوريك اختي، يبقى معايا في الخاص، غادي نوريك اختي وسميتو واختاري اللي بغيتي. اي ما تقلقيش ان شاء الله، راه تيدخلوا لنا خواتمات موجودين وفي اشكال مختلفه. صافي اختي اصيله محمد اكرم، مع شي زعما نكذبوا عليك، شي حاجه تقاصت راه تقاصت، ما يمكنش كاع نكذبوا عليك. حنا ماذا بينا نبيعوها لك، اش بغينا بها كاع هي تمشي الدوبوله. كتشوفينا شحال من حاجه تنشدوها هميزه تندوزوها في سميتو على في اللايف، عوض ما نتوها للدواب راه تنتوها لشي وحده تستافد منها. يبقي معايا اختي ان شاء الله، راه غادي نحاول نعطيك شي خوتي مزونه، ما تقلقيش وبقي معنا ان شاء الله، وغادي نديرو لك بخاطرك. صافي البنات هادو دايرين 16800 درهم، اللي بغاتها دوز عندي للخاص. كاين هاد النبله شي حاجه فنه تبارك الله عصريه، هادي راه مستعمله شي حاجه فنه. هانتوما البنات شوفوا الخدمه كي دايره، ومازال تبارك الله زعما ما فيهاش زعما شي خدشه ولا، نقيه نقيه. هانتوما شوفوا تبارك الله، هانتوما 11.59 على سوم 580 درهم، جات 6722 درهم. بالنسبه لهاد الدباله القياس ديالها راه كبير. هانتوما البنات بالنسبه للدوره ديالها، انا الناس اللي ما تعرفوش ياخذوا العبر، شوفوا تبارك الله العبر قداش نوى ولا القياس قداش نوى. شوف 6.3، هانتوما 6.3 بالنسبه للاخوات اللي بغاو العبر ديال هاد النباله هادي، ها هي كبيره قداش ناهي. هانتوما شوفوا قداش ناهي 6.3 البنات، شوفوا كي دايره النباله تبارك الله، مازالت تدبري. هانتوما هادي راه بالجرام ماشي بالموديل البنات، لا اللي شافتها تقول هادي مازال جديده يسحب لها بالموديل، هادي راه بالجرام. هانتوما البنات ها الميزان ديالها، ها الثمن ديالها، ديروا السكرين الله يعطيكم الخير. هادي راه بالجرام ماشي بالموديل، هادي راه بالجرام، هاي عباد الله هادي راه بالجرام. 11.59 على سوم 580 درهم، جات 6722 درهم، راه ما تلقاوهاش في شي بلاصه اخرى. سيروا نتحداكم، سيروا دوروا فين ما بغيتوا، اي محل راه ان شاء الله غادي دوها بالموديل وما يكثروش معكم الهضره. هادي فقط راه بالجرام، واللي داتها الله يسخر لها. شوفوا تبارك الله كي دايره، مازال زوينه زوينه. اختي مريم مازال اختي ديال فيرزاتشي، مازال اختي عيد وزير الخاص ومرحبا بك. ديال فيرزاتشي اللي دايره بحال الاهرامات ياك اولا ديال البروجيك، كاين اختي مريم دوزي اختي عندي مريم ومرحبا بك، عيد وزير نتواصل معك. اختي نور الهدى، نور الهدى بالنسبه لسلسلة الحضور الله يعطيك الخير، دوزي عندي الخاص باش نوريها لاختي، حيت دابا راني ما دوزتهاش في هاد اللايف هادي، حيت دوزتها في اللايفات اللي فاتوا ما بغيتش نبقى نعاودهم،
صافي دوزي للخاص ومرحبا بك. كاين عاوتاني هاد الغويه الملكيه، هانتوما البنات شي حاجه زوينه تبارك الله. انا بالنسبه للسنسلات الملكيين هانتوما البنات، ها الثمن ديال 17500 درهم، 17500 درهم بالنسبه للثمن ديال هاد السلسله، 17500 درهم. انت نحاول نبينهم لكم شي حاجه ملكيه تبارك الله، تتجي عاطيه للعين، تتجي واقفه في اللبسه، كي كتشوفها في يدي راه تتجي واقفه هكا، راه ماشي ما شوفوا الثمن بعدا، ديروا سكرين للثمن اللي بغاتها انتما، 17500 درهم، باش نوريكم باقي التفاصيل ديالها. بالنسبه لهنا راه ماشي انفيكسيا، يعني راه مرينه كي كتشوفها كدور، ماشي يابسه ولا كما نقولوا حنا كل واحد شناهي وصفه، انتما راه مرينه، يعني الخدمه ديالها تجي انها دايره بحال شي خط مستقيم حتى الدور. 17500 درهم، مليون و 150 الف ريال، وتبارك الله تجي ملكيه. انتما سناس الغويه راه يعني السميه ديالهم تعطيو انطباع على انهم شي حاجه فايت القياس، يعني شي حاجه زوينه بزاف. هانتوما ملكيين، 17500 درهم، هادو تيجيو واعرين في اللبسه. هانتوما شوفوا تبارك الله كي كتكون عاطيه للعين، شوفوا السداده كي دايره، دايره بحال رادكو، تفكس هادي ما تخافيش عليها تقطع لك ولا طيح لك ولا. هانتوما شي حاجه فنيونه، اللي بغاتها دوز عندي للخاص ومرحبا بها. هانتوما البنات بالنسبه لهاد الدبيلجات هادو هما اللي بقاو ليا ديال 3 دي، جايه على شكل 3 دي، هما بلديين، الميزان ديالهم 16.28، هانتوما البنات 16.28 على سوم 560 درهم، 560 درهم بالنسبة لهاد الدبلجات، راهم مستعملين ولكن مازال زويونين، هانتوما البنات مازال في حالة زوينة ولا في حالة نقية، هانتوما البنات هانتوما كي كتشوفوهم ما زعما شي هرسة ولا شي ضربة ولا، الميزان ديالهم 16.28 على سوم 560 درهم، 11200. اللي بغاتهم دبلجات راهم نقيين، هانتوما كي شديتهم عند السيده هما راه مازال اللي بغاتهم غادي نغسلهم، غادي يبانو جداد صافي البنات، حتى اللي بغاتهم ملي كونفيرم معايا ان شاء الله تنغسلهم وتيبانو بحال لا يلاه جاو عند الصناعي. هانتوما نعطيكم الخير، هادو راه الطابع ديالهم بالنسبه للناس اللي يسولون هاد البلاصه، هادي راه الطابع، داكشي علاش هاد البلاصه شويه واسعه. هانتوما 16.28، 16.28 على سوم 560 درهم، براسليات ديال 3 دي شي حاجه فنه تبارك الله. هانتوما جمعي ما بين البلدي والعصري، اللي بغاتهم القياس ديالهم راه 6.4، 6.4 بالنسبة لهاد الدبيلجات اللي دازو، اللي بغاتهم توكل على الله وديهم بصحتة وراحتها. كاين الخواتم ديال الكارتي شي حاجة نقية وزوينة، أنا بالنسبة للناس اللي تيسولو على العصري في المارياج ولا على الحجرة كارية، ما كاينش محسن من هاد الكارتي، تيجي تبارك الله زويون وقاصح وأنيق، 3350 درهم، 67 ريال، شي حاجه واعره تبارك الله، الثمن ديالها هو في المتناول، حتى الديكور ديالو شوفوا كي داير ديال الكارتي. ها انتم البنات كارتي شي حاجه ناضيه، والحجره دائما كاريه مربعه، الثمن ديالهم 3350 درهم، 67 ريال بالنسبه لخوتما ديال المارياج، تتسمعوا الثمن ما تخلعوش مينا تديو شي حاجه صحيحه، واللي عندهم لكم ان شاء الله في ديكم. كاين هاد الحويلقات هادو زويونين ديال الكارتي حتى هما، دائما الكارتي هذا امام فيه ديك ليفيس، هادو تيجيو كارتي سامبل، ثمن 2300 درهم، 46 ريال، كارتي سامبل تيجيو شي حاجه واعره، مطبوعه فيه 750. هنا بالنسبه للاخوات اللي تيسولوا على الذهب، ها هو 750، ها انتما مطبوعه فيهم 2300 درهم، 46 ريال، شي حاجه زوينه ديال الكارتي، تيجيو عراض في الجناب ما كيتلوطوش، كيكونوا قاصحين. هادو اللي بغاتهم دوز عندي الخاص ومرحبا بها. انا بالنسبه للحويلقات ديال نص لويزه ولا الربع لويزه، هانتوما هانتوما شي حاجه زوينه تبارك الله. هانتوما الربع القديم هذا، ماشي اللي مطبوع دابا واللي مصنوع دابا، 2000 درهم بالنسبه للثمن ديالو، 2000 درهم، هذا راه الربع القديم صافي البنات، الله يعطيكم الخير، هذا راه ماشي مطبوع بالليزر، هذا راه الربع القديم. اللي بغاتو تدوز عندي الخاص ومرحبا بها، شوفوا الخدمه كي دايره زوينه، طاسه وحده ما فيهاش الحجر، هذا بالنسبه للحلقات ديال الربع لويزه سامبل صافي البنات، 2000 درهم عفوا، واللي بغات كثر كاين ما كثر بالنسبه للحلقات ديال الربع لويزه، اي بالنسبه للربع القديم ماشي المطبوع البنات صافي، هذا راه ماشي اللي مطبوع بالليزر باش ما نوقعوش في الغلط. كاين هذا الخويتم هذا ديال الكورميت، تيجي مسرتي بالحجر، حتى الحجر ديالو تبارك الله منبتي، هانتوما نحاول نبين لكم حتى الحجر منبتين، يعني ما تيبانوش هانتوما، وكاين اللي ما فيهاش حجر يعني سامبل،
تيجي على التشكيله ديال الخدمه هذه. شوف الخدمه ديال تبارك الله من الداخل، الخدمه تكون الثمن ديال 2700 درهم 54 ريال. مي الخاتم راه زويون وعملي، هذا لبسيه في يدك دائما ما تحيديش. تيجي على التشكيل هذا زويون، ها انتما لبسيه دائما ما تخافيش عليه يتهرس لك، يعني عملي، ها انتما البنات راه خاتم عملي 2700 درهم 54 ريال. اللي بغاتو دوز عندي الخاص ومرحبا. كاين هذا الخويتم هذا 2.53 على السوم 580 درهم، جاتو 1467 درهم، 1467 درهم. والخاتم تيجي تبارك الله بهذا الوريده هكا، تيجي بهذا الوريده شي حاجه فنه. الخاتم راه مازال جديد، ما فيه زعما شي هرسه ولا مسودي ولا انت ولا. تيجي على التشكيل هذا، تيجي بهذا الوريده هكا، هذا راه بالجرام 2.53، ها هي 2.53 على سوم 580 درهم. اللي بغاتو دوز عندي الخاص هذا على سوم 580 درهم 11600، 2.53 على سوم 580 1467 درهم. وريني شي حاجه زوينه صافي البنات. هاد الكورميطه هادي راه جديده البنات، فيها 16.14 على سوم 640 درهم، هانتوما البنات على سوم 640 درهم، جات 10000. هانتوما البنات نحاول نبين لكم مزيان اولا نطلقها مزيان باش ما يسحبكمش راه مهرسه ولا. هادي راه جديدة داكشي علاش مازال ما العوينات ديالها مجموعين. هانتوما البنات اللي بغات تدوز عندي الخاص غادي نصورها على مزيان باش كاع مازال جديدة. 16.14 على السوم 640 درهم 10329 درهم. ها بالنسبة للكورميطاي فينا هي، ها الثمن ديالها الكرامات الله يعطيكم الخير. حتى اللي بغات تشوفها مزيان دوز عندي الخاص وغادي نصورها لها مزيان ان تشوفها على خاطرها ومرحبا. صافي البنات شوفوا العوينات ديالها مازال مسدودين، وانتم الكورميط ملي تيكون مازال جديد تكون العوينات ديالو مسدودين، ملي كيتلبس واحد المده كيبدا يتحل العوينات ديالو. هادشي راه عادي ومنطقي. صافي البنات هاد الثمن ديالها، هاد الميزان ديالها. عندنا حتى هاد السنيسله ديال الويزاج على التشكيل هذا، الاخرى كاين فيها السهم، هذه ما فيهاش السهم 7900 درهم. دائما الويزه مدوبله ديال 18 ولكن راه مدوبله يعني غليظه، ما خافش بقا تلوط لك ولا. بالنسبه للويزه راه مفروغه ماشي اللي مطبوعه بالليزر، حيت كاين الناس اللي تيسحبهم الويزه اللي مطبوعه بالليزر، هذه ماشي بالليزر. 7900 درهم 158 ريال، 158 ريال بالنسبه للسنسله مع التعليقه ديالها تيجيو فيكس. السلسلة ديال الشوبار تديوها على حسابي، ما عمرك تخافي تقطع لك. الاخوات اللي دخلوا دابا كنحييكم، كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، وكنعتذر منكم صراحه اللي ما قادش الكومونتير ديالو. الله يعطيكم الخير، عيدوا زر الخاص راه ما فيها باس، راه غادي نجاوبكم ان شاء الله. سوى الا كانوا الميساجات بزاف راه غادي نجاوبكم، عي خلي الميساج راه متن الاخو حتى كنجاوبو كلشي. صافي الله يعطيكم الخير. راه جوج نوامر تما، كاين الاولى وكاين الثانيه. راه بعض المرات تنكونو عامرين في المحل اولا مثلا الميساجات كثارين بزاف، تبقاو غاديين من الاول حتى الاخر. صافي البنات الله يعطيكم الخير، راه ماشي تقلقوا ولا هادي يقولوا صحابكم ما جاوبتكمش، حنا تبقاو غاديين غاديين، راه ماشي سهل انك تجاوب الناس بزاف، ولاني اي تعاونوا معنا الله يعطيكم الخير. كاين هاد السنيسلة هادي ديال الكارتي تجي هاد التعليقة صحيحة، شوفوا تبارك الله كي دايره، شوفوا عي الجنة باش يبان لكم راه مدوبلة وقاصحة، شوفوا باش ما تسمعوش دائما الثمن وتخلعوا. اللهم دي حاجة غالية وما ديش حاجة رخيصة، حاجة غالية تكون دائما صحيحة، وهادشي راه تيبان عم الثمن ديالها تيبان انها راها شادة راسها وقاصحة. 2300 درهم 46 ريال. التعليقة ديال الكارتي تجي طويلة وعاطية للعين مع السنسلة ديال الأمواج. هانتوما البنات بالنسبة للسنيسلة زوينة وتتجي عصرية وأنيقة، تتجي عاطية واحد الديكور فن تبارك الله. مكاينش بالنسبة للعيار ديالهم بحال بحال 18 كارا 18 كارا، يعني الأخرى تتجي مخدومة بحال راها الويزا حرة،
هذا هو الفرق. والاخرى تكون مطبوعه بالليزر، تكون باينه انها مطبوعه بالليزر، تجي باينه يعني واضحه لاي واحد يقول لك هذه بالليزر ماشي هذه. مي الاخرى تكون بحال بحال القديم، تيتفرقوا عليه في العيار صافي. هذا راه بالجرام. صافي البنات يعطيكم الخير، 5.34 الى 580 درهم، جاتو 3097 درهم، 3097 درهم ها الثمن ديالو، ها الجرامات اللي يعطيكم الخير، 5.34 الى 580 درهم ها الثمن. هذا راه بالجرام البنات، الله يسهل عليكم. خاتم رقاصح 5 غرام، يعني ان الخاتم راه وازن 5.34 على سوم 580 درهم، جاتو 3097 درهم. والخاتم تيجي تبارك الله بهاد الودينات قاصحين، راه ما تخافوش يهبطوا لكم ولا يعوجوا، على ضمان تديوه. هانتو البنات شي حاجه واعره. ندوز لخويتم هذا ديال المارياج، هانتو البنات ديال المارياج، جات 3 دي حجيره واحده دائما، شي حاجه مستيليه وزوينه وعصريه من الفوق. هانتوما الثمن ديالو داير 2100 درهم، 2100 درهم الثمن ديال هاد الخواتم. ها الشكل ديالو كي داير صافي البنات، والدوره ديالو راه كبيره بالنسبه للقياس ديالو، قياس كبير راه فيه شي جوج سنتيم كنظن. البنات الله يعطيكم الخير، اللي ما قراتش الميساج ديالها عيد عندي الخاص، مرحبا. صافي راه اللي ما قراتش الميساج راه غادي نعيد دوز عندي الخاص وغادي نجاوبها، غادي ندوز اختي الكورمي تبقي معايا ان شاء الله. مرحبا هانتوما البنات، شي حاجه فنه بالنسبة أخت اللي قالت لك خاتم كان عارف. أختي صراحة راه الذهب تيطلع، من تيطلع الذهب راه ضروري تلهميزات كيطلعو، ميمكنش واخا يكون عندي ما لقش ندوزو بالثمن طايح، ميمكنش. تتبع السوق وتتبعو حنا السبيكر، الأغلبية تتبعو حنا السبيكر. صافي أختي الله يعطيك الخير، كنعتذرو منك إلا الثمن طلع ولا تغير، نطلب الله يكون في المتناول الجميع ولأني ما كرهناش. كاين هاد السنسلة ديال الخميسة، هانتوما البنات السنسلة ديال الخميسة، تجيب هاد السنسلة مختلفة صراحة، جمع بين هذا الكرافاش وبين السنسلة ديال الويت، كيكونو كبارين بهاد العوينات كبارين، فيها ليبول وفيها الجوهر في الجناب، شي حاجة واعرة تبارك الله، 4500 درهم. والخمسة تبارك الله راه قاصحة مكتلوطش البنات، يعني هادي واخا تلبسيها متخافيش عليها، هادي تلوط لك ولا خدمة تبارك الله متقونة. هادي راه تجي من هاد الجهة هادي فيها شوية الحجيرات هنا، تجي مسيرتية بالحجيرات، تجي فنة تبارك الله في اللبسة. هانتوما خمسة كبيرة داير 4500 درهم، السلسلة ديال الشوبار وشي حاجة واعرة تبارك الله تمام. هانتوما البنات ديال الخميسة شي حاجة زوينة تبارك الله، 4500 درهم، والسلسلة ديال الشوبار شي حاجة فنة. بالنسبة للأخوات اللي دا شي حاجة الله يسخر لها بالصحة والراحة، لما نغشو راسكم بقا تسولو واش التمام مزيان ولا ما مزيانش، صافي شريتي، اللي شرا شي حاجة شراها صافي هي نفسها وقولي بسم الله وصافي، 4000 زايدة ولا ناقصة راه ما كتهمش، كتسول مني كوني مازال ما شريتش، أما صافي إلا خلصتي فلوسك ديها كيما بغا يكون، غالية ولا رخيصة راه مكاينش اللي يعطيك زعما شي حل ولا. حلقة المستعمل 1600 درهم. دوزي اختي الخاص ومرحبا، ونشوف لك على الله لقيت شي حاجة. كاينات السنسلة ديال حرم السلطان 4300 درهم، 86 في ريال، التعليقه ديال حرم السلطان حجيره خضراء. ها انتم البنات حجيره خضراء، كاين الحلقه ديالها، اللي بغات الحلقه ديالها راه كاينين يعني حاضرين في المحل. السلسله ديال الكورميطه ديالها غليظه وقاصحه. اخوات اللي شراو شي حاجه بلا ما نقول نغشوا راسكم، شحال حسب لك ولا شحال ما حسب لكش، راه دابا صافي اللي دار شي حاجه دارها، ايه لبسوا الحاجه بصحتكم، راه 100 درهم زايده ولا ناقصه ما كتهمش. 4300 درهم، 680 ريال. كاينه خويتم هذا ديال البنانه، تيجي على التشكيل هذا، الخاتم الثاني ديالو تيجي عريض كي كتشوفوه تبارك الله في الصوره، الخاتم ديال البنانه هذا عريض،
حتى عاد سميتو علاش شوف تبارك الله كيجي في الخدمه ديالو الجناب كينفينين، هذا راه مدوبل في الجناب ديالو ما كيطلوتش، والشكل ديال البنانه دائما 3500 درهم بالنسبه للخاتم، 3500 درهم وشي حاجه زوينه تبارك الله انيقه وعمليه. هانتوما البنات ديال البنانه شي حاجه عصريه، 3500 درهم 70 الف ريال. اللي بغات هاد الخويتم ديال البنانه دوز عندي للخاص، وراه شي حاجه فنه تبارك الله. هانتوما البنات داكشي اللي كاين اختي ام جابر. السؤال تيكون في الاول، يعني ملي تبغي تسول تتسول في الاول وتدور مزيان في الاول، اما صافي خلصتي الفلوس صافي الله يسخر، راه واخا افترضوا قالوا لك دابا غلا عليك ولا ما ولا هادي، راه ما عندك شي حل اخر. الفين وتمنمية وخمسين درهم بالنسبة لهاد السميسلة، 2850 درهم، تعليقة بلدية كبيرة وعاطية العين وواضحة تبارك الله، تجي الذهب ديالها أحمر مع السلسلة ديال الكورميطة، هي الذهب ديالها أحمر، تيجيو أسورتي شي حاجة فنة. هانتوما البنات تعليقة مع السلسلة ديالها ديال الدوام، هادو راه ديال ديما تلبسيهم تدي الذهب أحمر تبارك الله. هانتوما 2850 درهم 57000 ريال مع التعليقة بلدية وكبيرة. هانتوما 2850 درهم شي حاجة زويونة. الناس اللي قبلت تسولني على الكورميط، ها انتم البنات الله يعطيكم الخير، كورميطه مستعمله شي حاجه زوينه مازال صحيحه ما تخافوش زعما منها تقطع لكم ولا، اللي بغاتها دوز عندي الخاص، راه هذه بالجرام ها الميزان ديالها، نحاول نعوض لكم مزيان سمحوا لي بزاف قلت لكم باش نبين لكم كلشي ديالها. عيطني قدام واش تقاد لي. ها انتم البنات ها القرميطه، ها الغول ديالها باش يبان لكم كلشي، حتى الغول ديالها، ها الميزان ديالها فيها شي 18 فاصله شي حاجه، راه ملويه ماشي مقطعه ولا باش من كاين الناس اللي يسول فيه. ها انتم ها الميزان ديالها 18.91 لا سوم 590 درهم، 11800 البنات، راه ماشي 600 درهم ولا 610 درهم الله يعطيكم الخير. عوين ديال تبارك الله راه مدوبلين مازال صحاح. هانتوما البنات الله يعطيكم الخير، راه ماشي واكلين الداقولة، فقط انها ملبوسة تيكون العوينة ديالها شوية من بعدي، يعني الكورميط مستعمل ضروري ولا بد يكون بحال هكا، ما يمكنش قاعد تلقيه زعما مسدود ولا شي حاجة. هانت 11.91 هانتوما عفوا 18.91 على السوم 590 درهم، جات 11162 درهم، ماشي 600 درهم ماشي 610 درهم، 11800 صافي بارك عليكم، 11800 البنات الله يعطيكم الخير، ماشي 600 درهم ماشي 610 درهم. ها انتم البنات شي حاجه فنه تبارك الله، اللي بغاتها راه دايره 11162 درهم. ها انتم البنات اللي انتبهتوا ان المستعمل عندي ما وصلش كاع 600 درهم، فقط الاخر راه جديد، داك الدبليج راه جديد باش ما نختلفوش، راه جديد ماشي مستعمل باش درت له 600 درهم صافي. الهميزه عندي راه مرفقي، هاك قلت لكم تنشد الحاجه وتنقضي فيها الغرض، ما تنصعدش الثمن ولا ما تنطلعش الثمن بزاف باش كلشي يستافد، نتوما تستافدوا وحنا نستافدوا ولا يسخر لينا. هانتوما شوفوا العوينات ديال البنات راه ماشي محروده ولا واكله الدقه، هانتوما العوينات ديالها، هانتوما تنحاول نبين لكم كلش، راه كاين الكورميطه تلقاها كلها مكله الدقه. هانتوما شوفوا تبارك الله مازال شاده والله تلبس ان شاء الله حتى 4 سنين اخرى وما عمرك تشوفها تقطعت لك انت صافي. هانتوما العوينات ديالها كاملين مازالين مدوبلين، اللي بغاتها دوز عندي للخاص ومرحبا بها. بالنسبه للكوميطا راه مازال زوينه صافي، شدها ولبسيها كاع ما مشي تعاودي دوري بها عند الذهبي ولا يسوديها لك ولا، كوميطا مازال زوينه كي كتشوفوها، و 18 غرام راه ثقيله، اللي بغات تخبع فيها فلوسها راه 11800 ريال راه ما كايناش في شي بلاصه اخرى صافي. البنات الله يعطيكم الخير، كوميطا زوينه اللي بغاتها تحاول دوز للخاص ونفوز بها والله يسخر لها. الكورميط دابا ما كاين على 600 درهم 610 درهم 605 درهم، كاين اللي داير له 620 درهم، ها هي فين في 600 عفوا ب 590 درهم، يعني 11800 درهم 11800 ريال اللي بغاتها دوز عندي الخاص. بالنسبه لهاد السنيسله هادي ديال عفوا هاد التعليقه هكا جايه على هاد التشكيل هذا، ثمن 2800 درهم 56 ريال. اختي سي ان بونتي هميزات، دوزي للخاص اختي ونشوف لك قلت لك شي واحد. نعطيك خير اختي ام جابر، الله يخطيك
انتم البنات 2800 درهم 56 الف ريال، السنسله بالتعليقه ديالها، السنسله ديال الكورمي تديوها بالكارونتي. واصله داكشي اللي كاين. ام مريم، واه 650 راه كاين دابا حاليا، راه كاين 650، 650 660 2800 درهم 56 فريال بالنسبه للسنسله. شي حاجه زوينه. كاين هاد ديال تيفاني جاي مدوره، ها انتم البنات السنسله ديال تيفاني مع سميتو مع هادي مع سلسله الشوبار. سلسله الشوبار طويله، الناس اللي تيعشقوا السلاسل طوال، الثمن ديالها راه دايره 4550 درهم 91 ريال. التعليقه ديال تيفاني راه ثقيله، تكون قاصحه وديال الدوام. صافي البنات مرجان دوست اختي هميزات، واحد دوست اغلبيه الهميزات دازو خلاص، اغلبيه الهميزات دازو. ولكن دوزي الخاص اختي ونصور لك الشكيلات اللي كاين ديال الهميزات، ولا بغيتي شي حاجه الله يسخر لك. راه كاين الدبالج، كاين النبالات، وكاين الكورميط، وكاين الخواص. 4550 درهم بالنسبه لهاد التعليقه مع السنسله ديال الشوبار، غليظه وطويله. مرحبا اختي ام مريم، دوزي الخاص ونشوف نحاول ندبر لك اختي. دوزي الخاص ديال 30 غرام، دوزي اختي الخاص وان شاء الله نقدر نشوف لك الدراري يكون عندهم شي حاجه. دوزي النمره الاولى ولا الثانيه باش نديرك في البال، ونحاول نشوف الدراري اللي عندهم شي حاجه الله يسخر نجيبها لك. ما عندهمش راه تيطيحوا في يدي خلاص. عصير الصابون راه مؤخرا عاد بعت واحد المنفوخ ديال الفم الخبيه، كان هميزات، راه دوزت لواحد السيد خلاص كيتعامل معايا من قبل وكان موصيني عليه. حاولوا اللي بغات شي حاجه دوز عندي الخاص باش كيبقى الطلب ديالها عندي. ان فوا طاح يدي شي حاجه انا تنحاول انا تنعاود نتصل بها ولا تنصيفط لها ميساج باش نعلمها بلي راه حاضره داكشي اللي طلبت مني. 2100 درهم جايبها التعليقه ديال الكلو، شي حاجه زوينه وقاصحه. انتم البنات راه التعليقه راه قاصحه، ما تشوفهاش من الظهر ديالي بالكم راه كترطي ولا قاصحه، هادي ما تخافوش عليها. انتم البنات 2100 درهم السنسله ديال النيلو، تديوها على حسابي ما تخافوش تقطع لكم السلسله ديال النيلو زوينه تبارك الله، تكون صحيحه. 42 الف ريال بالنسبه لهاد السنسله مع التعليقه ديالها، شي حاجه فن تبارك الله. انتما تجي واعره وانيقه وشي حاجه زوينه. قلنا اخر حاجه هو هاد الخويتم هذا ديال الطروات دي، شوفوا تبارك الله الحاشيه ديالو كي دايره. انتما البنات نحاول ندير لكم الحاشيه ديالو، راه تيجي مدوبل هذا واخا ضرب باش واحد ما تخافش يعوجكم. هاد الوريضات شادين بزاف ماشي شويه، شوفوا تبارك الله كي داير، الخدمه ديالو واعره ونقيه. الحاشيه ديالو انتما شوفوا شحال مدوبل، هانتوما راه ما كاينش شي خاتم ديال الطروات دي بهاد الخدمه هادي. تيجي بومبي يعني تيكون قاصح الجناب ديالو، الثمن ديالو 2150 درهم وراه الصح والعمل. هانتوما البنات تيجي هذا بومبي كي كتشوفوه داير 2150 درهم 43 ريال، والخاتم راه ديال الدوام يعني عملي وما تخافيش عليه، لبسيه دائما وخا في الشقه ما تخافيش عليه، تهرس لك الشبكه ديالو ولا. هانتوما شوفوا الخدمه كي دايره، شوفوا الجناب اللي بغاتو دوز عندي الخاص ومرحبا بها والمرحبا. خوتمات ديال الطروات دي راه فيه مشكلات بزاف عندي، عندي الحلقات ديالو، عندي التعالق على الجلد، اللي بغات شي موديل في الطروات دي راه حاضر. ماشي براسلي تيفاني في الهميزات. ام جابر ام سبعة لقاو هاد تيفاني اختي ام جابر راه مقطوع كاع، تيفاني راه من الموديلات اللي مازالين جداد، الا ما دارش عليهم العام ما تلقاش في الهميزات، ولكن ما تفقديش الامان ان شاء الله. هاني مرا ايبانغلي في اللايف ودوز عندي الخاص، ما تعرف يجيب لنا شي واحد شي حاجه ولا، وكنتي من الاولى اللي استفدتي من هاد البراسليات اللي هما خلاص مازالين قلال في الميزات. نطلب الله في الخير. الكويرات ديال المستعمل لا اختي لا، داك الموديل ديال الكويرات ما بقاوش كيدورو كاع، هادو خلاص ما بقاش كيدورو حتى ولو جاونا، تيجونا معبجين ومهرسين تيمشيو عيدوبو، ما كاينش زعما شي امل انك تصلحهم، حيت هما ما كيتصلحوش يعني، ما من سبع المستحيلات يتصلحوا، صافي تندفعوهم للدواب. حلقه ديال الطروات دي بادين من 20 الفوق، ديال الطروات دي بادين من 20 ريال. اللي بغات شي حاجه دوز عندي الخاص ان شاء الله، راه ندير الحلقه ديال الطروات دي ابتداء من 20 وانت طالعه من اصغر طايح حتى الاكبر طايح. البنات اخر حاجه هو هاد الخويتم هذا ديال الطروات دي، مشكورين بزاف على الحضور ديالكم معنا وعلى الاهتمام ديالكم باللايف ديال مجوهرة السكينة، وكنشكركم من هذا المنبر. اللي بغات شي حاجه دوز عندي الخاص، هو في الهميزات لا في الجديد لا اي موديل،
ادوز عندي للخاص ومرحبا بها والف مرحبا. هانتوما بقاو لنا اخر حاجه وما تسنيش هادو ما لحقتش ندوزهم مي